اسم مشروع الجدية شكل مادة أيضا على مواقع التواصل، حيث تساءل كثيرين عن كيفية النطق الصحيح للاسم ومعناه. ليتضح أن الاسم جاء من طريق قديم للقوافل، كان يطلق عليه درب أبا الجد، ويصل الرياض بباقي مناطق نجد. الصفحة الرسمية للمشروع على تويتر نشرت فيديو جالت فيه شوارع الرياض وسألت أهلها عن كيفية النطق الصحيح للجدية. نتابع. جدية. كيو دية. كيدية. جدية. الجدية. الجدية. كايدي داي. الجدية. كيدية. كيدية. أقول هي تنطق بحرف الجي، الجي ما تنطق بحرف الكيو. الجدية. جدية. Which is more the Arabic type of way, but in Australia we would say gidiya. El gidiya. 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 El gidiya. وجد الإلهام والاكتشاف والأنشطة. وهذه وقفة سريعة مع حقائق وأرقام بارزة عن مشروع الجدية.